السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. واليوم تحديث لعبة باتل جراوند بابجي نسخة الإنجليزية، وأخيراً تحديث الصحراء وصل. نزل على سوق بلاي، طبعاً تقدرون تحدثون اللي ما محدث إلى الآن. بس اعطوني مجال، اعطوني مجال شوية. طبعاً أنا الجرافيك مسوي أعلى شيء بالبرنامج مال الـ HD جرافيك. تحديث الصحراء، شلون نختار الخارطة؟ ندوس على هاي المربع مثل ما شرحت بالنسخة الصينية. إذا تختار هنا اثنيناتين راح يعطيك أوكي، راح يطلع لك عشوائي. أو تختار بس هاي الخارطة مثلاً، تشيل الصح من هاي اليمين، تختار على اليسار، راح تطلع لك الخارطة مال الصحراء. طبعاً ما راح أشرحها هواي، راح أدخل جيم بلاي مباشرة. عندنا نقدر نلعب هم للأركيد. حلو، طبعا مفاجأة حلوة بالاركيد، تقدر تحدد مود القناص، تحدد اما كويك ماتش او سنايبر مود. تقدر تختار السنايبر ترينينج او السنايبر مود اللي هي 15 منت. خلينا نختار مال القناص. بس اكو شغلات ضرورية خل اشرحها على السريع. اللي عندك الصندوق الشوب ضافوا بيه شغلات جديدة تغير. بس دقيقة، هاي ملابس تقدر تشتريهم بفلوس. طبعا ملابس كلش حلوة باللعبة، اضافوا هواية. بعد شنو بالله هاي المناظر هنا همين. الملابس عندك، القبعة تقدر تشتريها ب180. المظلات هم غيروها، هواي شغلات تغيرت. والبطايق، البطايق هم تقدر تشتري هاي مال اي دي اللي هي ب180 دولار، نقول مثلا بالفلوس. تقدر تغير بيها الاسم، هاي هي تخليك use this to change your name once بس، يعني بس مرة. الصندوق هنا هم ينضافوا بيه اقنعة وملابس وشغلات غريبة عجيبة. القناع هذا عندنا هو شغلات. طبعا الاي دي هم اعطوني اياها، البطاقة مال الاي دي، اقدر اغير الاسم هم لمرة واحدة. تفوت على الاسم change avatar اللي هي تقدر تغير الصورة، تقدر تختار صورة محددة مثلا ثاني هاي، تقدر تغير تختار اي صورة. كذلك اطارهم يعني يتغير، بعدين اللي اطارهم يتغير. بس حاليا انا هذا الذهبي حاط المشن اللي هي مثلا يعطيك مهمات، ادخل على هاي الثانية وحدة بروجيس مشن اللي هي يعطيك اياها مال الليفلات، كل مستوى بفلوس هم تقدر تاخذين. هاي مارفل التحديث السابق كان لو لا، بس انا كل ما اتذكره بالصحراء ضافوها، بعدين هنا ضافوها تقدر تسحب الفلوس كلها. وحسب اكو مهمات بها مثلا ليفل محدد بصندوق، مثلا يطلب منك مهمة معينة بها مثلا بطايق، من اكو بعض منها بطايق. خلينا نشوف والله ياها اللي طلبتني بطاقة. ها الليفل 10 منها سحبت البطاقة ويا الفلوس. وبعد ليفل 3 يمكن كان بيه بطاقة، اي مال ليفل 3 هم بيه بطاقة. فهذا الشيء حلو. هاي تحديث الصحراء اليوم وصل 15/10 مثل ما ذكرت بالفيديوهات السابقة مال العاب بابجي. يبقى تحديث مال منظور الشخص الاول، حتقولون شو وقت راح ينزل؟ راح ينزل بنهاية الشهر الخامس او بداية الشهر السادس، يتأخر. كل تحديث باللعبة يتأخر لمدة شهر او اقل. اوكي شباب؟ اوكي راح ابدا ويا الشباب هنا. طبعا عذروني تاخرت هواي بالفيديو، بس شو اسوي، يلا عذروني. المفروض انا الظهر العصر مرفوع الفيديو، بس راح يرفع عندي بالليل، تاخرت هواي. اوكي اذا تحديث الصحراء جيم بلاي ويا الشباب. طبعا هنا السبيكر تغير او الصوت، تقدر تسوي تيم او الاول اللي هي يعني كلهم اللي بالماب كلهم تسمع صوتهم. اوكي مربع، وين هو هذا؟ اوكي بالاعدادات تقدر تغير الجرافيك. طبعا انا مسوي HDR مثل ما تشوفوا لي فوق، حسب البرنامج مال الجرافيك. انا عليت الجرافيك باللعبه، وتقدر تغير الكلر فول همين وهاي السوالف. نفس البرنامج من سويناه هذيك مره، بس الالوان تصير ما حلوه. تختار هاي احلى شيء، تصير واقعيه اكثر. اوكي خلينا نشوف صاحبنا وين راح ينزل. على هاي بناية عافية، يلا روح اصعد.
والله عبالك عليك، هذا المسدس الجديد طبعا نفس النسخة الصينية. صراحة أنا أشوف هاي النسخة تفوقت على النسخة الصينية بحالة واحدة، إنه بالبداية تقدر تختار المودات، القناص ما فيها شيء. تقدر تسوي مثلا تختار مود القناص أنت، يعطيك هاي الحركة كلش حلوة. طبعا المسدس تغير ما أحبه. أوكي يا هلا بالكار، يا هلا بالكار، هلا والله، هلا والله بالكار، يا هلا بالكار. اوكي المكان صغير هنا، ما انت بعيدين، بس واحد يمي، كلهم بعيدين علي. راقيين سؤالي سعوديين ما ادري ايش. اوكي يا كرمي على ذيك الجهه، بس خلنا نكتب هذا صليت لكم صلي. روح هذا الثاني اللي راح تحليه بوت صليت عليه انا ضعيف. طيب طيب مين انا يمي؟ تعالوا باقي 90 لاعب حاليا احنا. هيدا ركض شاي لين قضى. قال من يريد أسلحة أنا خير من الله. هاي الشيء الأربعة ثمانية ستة. تعالوا اثنين. تعالوا هنا بهاي يا حسين. في سيارتي يا فتى ركبت ويا الجماعة هنا. اثنين انزل سوقتي. علاوة يلا يلا وديني يا مهم. اوكي يلا هاي فرة صغيرة بماء بالصحراء حتى نتعرف عليها. عراق 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 ادري عراق يا محافظ قابل كربلاء انا بصر. تعال رقم ثلاثة هم تعال يلا يا معودين فضوها. والله الصحراء روح انزلوا لك ددونا مكان بنص الدار. خلي نروح هذا معلق وين هذا الطلق معلق انزل تعال. فصل عنده النت. وقف خلينا ننتظر اخي يجي النت عنده. يلا عوف عوف يما السيارة انت تنزل عوف زيارة تنزل من ترمون هذو ما تمشي. تعالوا ما تمشي سكيتي. اوكي عاشت ايدك. وقف وقف خلنا ناخذ شنو عندي عتاد. يلا يلا انت وقف اجي يلا يوسف حط دمه تعال يمك بسرعة. وين وين اجي يمك بعيد تطلع من الازرق. هسه تطلع من الازرق انت اهم شيء. تلقى سيارة يلا اقول له ما تمشي السيارة ما. لا تدبه معي يا ولد خلونا نروح نص الدار هواي بيوت ما نازلين. روح روح لا حكم يا زوي عادي نكترهم يا زوي. مو يمك بعيدين خرب كتم. لقيت واحد قريب علي خرب سيف زون جاني هسه ما يوقع الا علي والله فقره. زين شيت علي زين اكره عمود. دور اثنين افلت افلت تعالوا وراي. هسه الجيم خرب والله افلتوا. والله ذا خرب جيم شو اسمه مضطر اكمل لي مضطر ارفع الفيديو بسرعه. اوكي بس خلينا نتعالج هنا. افلت طبعا جماعه هناك اثنيناتهم مصابين. اوكي
مات هذولي، هذا مات الثالث. يا اخي المكان حقير، المكان كلش حقير هنا. اوكي جماعة بعيدين، حتى هذا ابو الاخضر عافني. عبر بالسيارة وعبر ابو الاصفر هم، شنو السالفة؟ تعال لقيت واحد هنا دي يتمشى ما اعرف ايش يسوي. اها ايش فيك يا زلمة؟ قتلوني يا ولد. اوكي طبعا الدروب بس لا ينزل يمي، وتعال اركض ورا وحير بيه. والله بعيد هو ثاني بس ايش ردت عني الدروب. هاي جمون على الدروب متأكد. اكو خاصف هنا، اكو رمي هنا. اكو رمي منا ومنا. الدروب جاي حد يمله ولا لحد الان ماكو حد. المفروض ما نروح له، نسوي كمين نخلي الناس هم يروحوا له. اوكي سلامهم. اكو واحد يجي هنا، شنو واحد هنا، واحد يم صاحبي. دير بالك يا معود. والله منتظر، هذا منتظر جواك ولك. هذاك 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 واقف شبيك. ما اشوف، ما اشوف هذا شبيك. طبعا واحد صوبني هنا. روح على روح الزون الجافة. روح افلت حفلت، هو انا حفلت اللي ما تفيد. انا يا صيف حتى هنا ما يفيد. جاني السيف زون. بسرعة 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 بسرعة. باندج باندج. يلا حيموت. مات. لا 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 وروح العار ما يموت. على قد فروسي العار ما يموت. بس خلي اقترب، هاي طاقة هنا قوية. لا هو منتظر شبيه خاب. واحد قريب مني كلش. فوق 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 هو فوق العادي فوق هاي يمكن. صراحة كل شي ما عندي، خلاص اصعد. هو ذاك واحد، هذا هذا واحد، هذول اثنين تيمين. قلت له شو صار؟ لا لا خليك انت داخل الزون. عوف عوف خليهم من يجون. بس برمانه يشيل وشيل. يلا وين تطلع بالكار هذا؟ ايش فيك؟ يا اخي بس عوفوني، بس عوفوني. طير شوف اختك اصلا. ضربته بالكار بس ما مات. بلش هو الباب. راح اضربك رمان. لا والله جوي جوي شكله جوي. جوك 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 جوك. لا لا ما والله رميته هواي. واو يلا رقم اثنين لا بس. اوكي شباب الى هنا نهاية الحلقة، اتمنى اعجبكم هذا الجيم بلاي. مثل ما قلت هاي النسخة تتفوق على النسخة الصينية حالة واحدة، اللي هي مثلا تختار الاركيد اللي هي مال مودات، تختار المود القناص او الرشاشات. بالنسخة الصينية بالتحديث الخامس كان ماكو هذا الشيء، هنا ضافوه. فاتمنى اعجبكم هذا الجيم بلاي، لا تنسون اللايك والاشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي، شكرا للشباب والسلام عليكم.